إذن السلام عليكم في دار جديد مع كيزاكو بوان كوم. في الدرس اليوم نديرو تقديم دي لي فونكسيون سور اكسل. دونك في المثال اللي عندي دونك قسم ديال البكالوريا، عندي النقط ديالهم في الدورة الأولى الثانية والثالثة، ونحاولو نحسبو لا موين جينيرال، نحسبو الماكس، نحسبو المين، نحسبو لي كارتيب ديال هاد التلامذ هادو. لكن قبل ما نبدا، نتوما عارفين شناهي اون فونكسيون. شناهي اون فونكسيون؟ دونك اون فونكسيون هي اون فورمول، يعني واحد الصيغة اللي كتستعمل لي. دونك في اكسل كنستعملو على شكل تالي، كديرو باش تدخلو باش دوال اون فونكسيون كديرو ايغال، دونك لا فونكسيون سميتها، دونك لي زارغومون ديال لا فونكسيون ديالنا. بيان سور نتوما فونكسيون و ارغومون ما عارفينش فورسيمون سكو سا فو دير. دونك ندير لكم اكزامبل تري تري سامبل. دونك ندير لكم مثال ديال اكس زائد ايغال، يعني 2 زائد 3 كيفاش نقدروا نعبروا عليها اون طونك فونكسيون. دونك في اكسل باش نحسبوا 2 بلس 3 كنديروا دائما ايغال 2 بلس 3 تلقاو ايغال 5، ياك. ولكن الا كنا باغيين ندويو على لا نوسيون دو فونكسيون، باش نحسبوا جوج وثلاثه كنديروا ايغال سام. سام يعني مجموع ديال شنو هاد النومبر اللي كتبان ليا والنومبر دو كيبانوا ليا، هما لي زارغومون ديالها. دونك سام ديال جوج مع ثلاثه ابخي كتشوفوا لا اونتري. دونك دائما ايغال سميتها فونكسيون ولي زارغومون وسط البارونتيز كنلقاو ايغال 5. دونك هادي هذا هو المعنى ديال اون فونكسيون. دونك في ليكزامبل ديالنا غنحاولو نحسبو دونك لا موين جينيرال ديال التلامد ديال هاد القسم د البكالوريا. دونك باش ندير نحسب هاد لا فونكسيون، كاين اون فونكسيون سميتها موين. موين دونك عندي 3 ميثود باش تحسب لا موين جينيرال غراس او فونكسيون. جو بو فير لا بروميير ميثود، ندير موين ديال اش ديال النقطة الأولى ديال يوسف. يوسف يعني دي 8، لا كولون دي 8 هي هادي دي 8 اللي كنورك عليها. ابخي كندير لا موين الثاني، النقطه الثانيه شنو هي؟ هي دي 18، هي 8 عفوا، جا فيها 18. النقطه الثالثه هي اف 8. بيان سور هاد اف والدي والاو هي لا كولون، عندك السطر وعندك لا كولون اللي كيتواجد فيها النقطه ديال التلميذ يوسف. دونك كنديرو موين كنلقاو هي 18 33، تبارك الله عليك راه هاد ولا. المهم اللي كنا باغيين نديرو لا موين بوغ تو لي زيليمون ديال لا كلاس، كنهبط كندوبل كليكي على لاكاز اللي فيها 18.33 وكنهبط، كنبقى هابط بلا سوري ديالي حتى كنوصل للنقطة أيوب، كنلقاو المعدل ديال القسم بالنسبة لأي دري. دونك هادي سي لا بخوميييغ ميثود. لا دوزيام ميثود أشنا هي؟ كندير موين عاوتاني، كندير موين، ولكن هاد المرة أش كندير؟ كنسيليكسيوني دي 18 وكندير دو بوان دي 8 عفوا دو بوان حتى الإف 8. هنا اون بارل دو بلاج، اون بارل دو بلاج دو فالور، يعني خديت دونك السطر 8 هو اللي فيه النقط ديال يوسف، ياك. دونك اش كيتغير ليا في النقط ديال يوسف الا كنت باغي نريفيرونسيهم في اكسل؟ كتغير لي غير لا كولون، نفس السطر ولكن لا كولون كتغير. دونك كنديرو موين السطر تيبقى فيكس هو 8، دي 8 حتى الاف 8، كوم سا جو باركور كاع لي فالور ديال نقط ديال يوسف. دونك فوالا، وهنا جو في لا ميم شوز، كنت باغي نيتوندي هاد الصيغة هاد لا فونكسيون على لي زوطخ إيليمون ديال لو طابلو ديالي، كنهبط بحال هكدا. لا تخوازيام ميثود ما نستعملوش فيها لا فونكسيون موين، نستعملو لا فونكسيون سوم. دونك لا فونكسيون سوم نديرو عاوتاني سوم ديال من دي 8 حتى دي حتى الاف 8 عفوا، ياك، مقسومة على 3 حيت عندها 3 د النقاط. دونك الى هبطت نفس الطريقه كنلقاو المعدل ديال اي ولد عندي ولا بنت في القسم ديال التيرمينال. دونك دابا حسبنا دونك المعدلات ديال الدراري ديالنا، شوفوا شكون اللي نجح شكون اللي سقط. دونك كاين اون فونكسيون في اكسل سميتها لا فونكسيون سي، هي اذا. دونك سي نشوف باغ اكزومبل هاد لا موين هادي، دونك سي جي 8 اصغر قطعا من 10 يوسف يكون سقط. دونك ندير اونتر كوت ايشيك، وفاش كنزيد تخوازيام ارغومون يعني
يعني شنو هو لو كا الاخر. دونك اذا كان نقطه صغيره من 10 عندي اشك، اذا كانت كبر من او يساوي 10 كنديرو ريوسيت. دير ماجيسكو كنشد عندي ريوسيت. دونك نتوما في هاد ليكزومبل شحال كيبان لكم واحد جايب اقل من 10 وميمه بوحديتها؟ دونك كنديرو هكذا وكنتوقع من دابا انها تكون عندها اشك. دونك افكتيفمون وميمه عندها اشك. دونك باش نكملوا هاد الدرس نديرو دي بتيت ابليكاسيون ديال دوطخ فونكسيون. دونك عندنا فونكسيون ماكس ولا فونكسيون مين. دونك لا فونكسيون ماكس باش نشوفو اعلى نقطة عندي في هاد دونك القسم هذا. دونك كنمشي لا كولون جي هي فيها المعدلات، كندير من جي 8 حتى لجي 16 فين كاين ايوب. دونك يعني ان اكسل يحسب ليا اعلى نقطة اللي كتوجد ليا في المجموعة جي 8 جي 9 جي 10، المهم من جي 8 حتى لجي 16. دونك هي 18 33 كيف ما كنتو كتوقعوا. نفس الحاجة بوغ المين، ديما كديروا ايكال هي الأولى، كديروا مين ديال اش ديال عاوتاني جي 8 حتى لجي 16. دونك كنلقاو هي 6 كيف ما كنا كنتوقعوا. ولا فونكسيون ايكار تيب، دونك سي فونكسيون ماتيماتيك كتعني شحال لا فارياسيون اونتر نقطة ونقطة اون موايان شنو هي. تحتاجوها الناس ديال لي ستاتيستيك في الحسابات ديالهم، وبعض المرات سي تري اوتيل باش نعرفوا نقط القسم كيفاش سون ديستريبيوي. دونك تديرو ايكال ايكار تيب ديال عاوتاني نفس الحاجة من جي 8 حتى لجي 16 كنلقاو 3.90 هو ديال ايكار تيب. دونك كنتمنى ان هذا الدرس نال الاعجاب ديالكم ونشوفكم في حلقة قادمة من كازاكو.com.